بنروح في نفس السياق، سياق الحديث عن المراكز التكنولوجية الحديثة، لكن المرة دي هنروح لمحافظة بورسعيد وتنضم لينا زميلتنا شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز من هناك. شيرين تحياتي ليكي، وقولنا التفاصيل أكتر عن الموقع اللي انت موجودة فيه دلوقتي. برحب بك آية وبرحب بالمشاهدين. بالفعل أنا الآن أتواجد من محافظة بورسعيد وتحديدا من أمام المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة بحي المناخ. هذا المركز الذي يعد إحدى ثمار المشروع القومي للتحول الرقمي، والذي كانت يعني بداية انطلاقه هنا من محافظة بورسعيد عام 2019. لو تحدثنا عن مميزات أو ما يقدمه هذا المركز من خدمات هامة للمواطنين، بيوفر الجهد والوقت والتكلفة لإصدار ترخيص المحال بالنسبة للمواطنين الراغبين في افتتاح محال، إصدار ترخيص المحال أو بدل تالف أو تجديد الرخصة، أو أيضا إصدار للبيان وفادة للضرائب أو للتأمينات أو نقل ملكية سواء بالنسبة للمحال أو الإعلانات أو الأكشاك. هذا المركز يعني في السابق كان بيتوجه المواطن للحي، الإدارات المختلفة سواء الإدارة الهندسية أو الجهات الخاصة بالإفادة زي المطافي أو البيئة أو يعني كل الجهات المختلفة أو الشؤون القانونية، وكان إصدار الرخصة ممكن يصل لسنة أو سنة وما يزيد عن ذلك أيضا. لكن كل ذلك يعني لم يعد موجود من خلال هذا المركز الذي يمكن من خلاله إصدار رخصة المحال التجارية في 15 يوما فقط. فقط بيتوجه المواطن إلى المركز، بياخد رقم مسلسل، بيدخل للشباك، 11 شباك في قاعة مكيفة هنا في المركز، بيتوجه لأحد مقدمين الخدمة، بيعرض عليه الأوراق المطلوبة مثل يعني صورة لبطاقة الرقم القومي، السجل الضريبي، البطاقة الضريبية، رسم هندسي، كل الأوراق المطلوبة. بعد ذلك بيتوجه المواطن بكافة هذه الأوراق، ويعني بيقوم مقدم الخدمة بإدخال كافة هذه البيانات على السيستم، وبدورها بيتم يعني التسميع مباشرة في الإدارات المختلفة، سواء الشؤون القانونية للتأكد من صحة هذه الأوراق، أو الإدارة الهندسية اللي بتقوم بالمعاينة بعد ذلك، أو كافة يعني جهات الاعتماد زي البيئة والمطافي، وكذلك أيضا مكتب الصحة والسلامة المهنية، وكل ذلك لهم مندوبين في هذا المبنى، وبيتم يعني سرعة الإجراءات من خلال فكرة الشباك الواحد. بتوفر على المواطن فكرة بدل ما بيتوجه إلى كذا مقدم خدمة، لا هو مقدم خدمة واحد بيقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات، وبيتم إصدار الترخيص خلال 15 يوما فقط. وبعد ذلك يعني بيتم لإصدار هذا الترخيص بيتم من خلال إرسال رسالة عبر الاس ام اس أو على هاتف المحمول، بتفيد بإما توجه لأخذ الرخصة، أو إذا كان هناك بعض الأوراق الناقصة بيقوم باستكمالها وبالتالي إصدار هذه الرخصة. الميزة في هذا المركز أنه مميكن بنسبة 100%. العنصر البشري مقدم الخدمة وعنصر من الشباب، تم اختيارهم وفق معايير عالية، كذلك أيضا تلقوا العديد من الدورات التدريبية على الأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتقديم خدمة تليق فعلا بالمواطنين في هذا المركز. كذلك أيضا يعني غير فكرة هذا المركز مميكن، كذلك أيضا تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكافة المحال التجارية على مستوى بورسعيد، وده لتنظيم عمل المحال التجارية وإصدار التراخيص الخاصة بهم وتسهيل عمليات إصدار التراخيص. زي ما قلنا المركز بيوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطن لإصدار التراخيص. المركز ده بيخدم كافة أحياء شيرين. بالنسبة للتفاعل من قبل حي مواطني العرب بورسعيد وشرق وغرب والجنوب وكافة الأحياء الزهور أيضا، شيرين يعني سؤالي لك، ماذا عن تفاعل المواطنين هناك في بورسعيد بخصوص كل هذه الخدمات؟ هل بالفعل في إقبال على هذا المركز التكنولوجي وبالتالي هناك تسهيل للإجراءات لهم؟ يعني هل استطلعت الآراء في هذا المجمع أو هذا المركز من تفاعل الجمهور معه؟ نعم أي هذا المركز لا يزال في يعني فترة التشغيل التجريبي. منذ 30 من يونيو بدأ العمل التجريبي لهذا المركز، وبالفعل بيستقبل المواطنين الذين أشادوا بسرعة الإجراءات في استخراج التراخيص. كما ذكرت لك هو بيوفر الوقت
والجهد والتكلفة بدل ما بيلف على كذا مقدم خدمة في الحي، هو الشباك الواحد بيقوم بتقديم كافة الأوراق الخاصة به وسرعة الإنجاز، بدل ما الرخصة كانت بتطلع في وقت قد يصل إلى سنة أو أكثر، دلوقتي هي 15 يوما بيتم إصدار الرخصة في حال إذا كانت الأوراق كلها جاهزة وسليمة. شيرين مجدي، حدثتينا من محافظة بورسعيد وتحديدا من أمام المركز التكنولوجي المطور بحي المناخ في محافظة بورسعيد، بنشكرك شكرا جزيلا.